حتى الأطفال يعرفون أن الزئبق خطير للغاية، ولكنه لم يكن كذلك دائماً. حتى منتصف القرن الماضي كان الناس يأخذون الزئبق كعلاج للعديد من الأمراض لحسن الحظ، ولت تلك الأيام. واليوم يجب أن تكون حذراً للغاية عند العمل مع هذا المعدن. ماذا يحدث إذا سقطت قطرة من الزئبق على بشرتك؟ لا، إنه شيء أسوأ. ماذا لو كنت مغموراً في بركة من الزئبق؟ ستتعرف في هذا الفيديو على مدى خطورة الزئبق حقاً. سأتحدث عن آثارها الرهيبة على جسم الإنسان. دعونا نغمر بحيرة بكمية هائلة من هذا المعدن ونضع سباحاً وهمياً هناك. هل تريد معرفة ما إذا كان بإمكانهم البقاء على قيد الحياة؟ وماذا سيحدث لهم بالضبط؟ فلتبدأ التجربة. لكن لا تفكر حتى في القيام بشيء كهذا في المنزل، إنها تهدد الحياة. إذا كنت قد حطمت ميزان الحرارة الزئبقي، فلا بد أنك رأيت كرات فضية لامعة. بالتأكيد يتم استخراج الزئبق بشكل مختلف تماماً، مثل المعادن الأخرى يتم استخراجه من الخام، في الغالب من الزنجفار. بشكل عام، محتوى الزئبق في قشرة الأرض ضئيل، فقط 800 جرام أو 2 من 1000 أو أونصة لكل طن. هذا هو السبب في أن الزئبق عنصر نادر للغاية. يتشكل المكثف من بخاره، والذي عند تبريده يتجمع على شكل سائل، ثم يتم تعبئة الزئبق في قوارير من الحديد أو الصلب. يزن كل واحد 34 كيلوغراماً، 76 رطلاً. في هذا النموذج يتم توفيره للمؤسسات الصناعية. لكن نظرية كافية، دعنا ننتقل إلى التدريب ونملأ البحيرة بأكملها بالزئبق الأولي. دعونا لا نمزح، لتكن بحيرة بحجم حمام السباحة الأولمبي. لا تسأل حتى عن كمية الزئبق التي نحتاجها، نظراً لأن هذا المعدن أكثر كثافة من الماء ب13 مرة ونصف، أقل بقليل من 1,000,000 قارورة على وجه الدقة. لكن قد لا يمكن فعله من أجل تجربة القرن. حسناً، البحيرة ممتلئة وتتلألأ في الشمس مثل الفضة. يجب أن أقول على الفور، من الأفضل عدم القفز من التل. سيكون القفز من ارتفاع إلى خزان الزئبق أسوأ من السقوط على أرضية خرسانية. إذا قفزت من الشاطئ فسيكون ذلك أيضاً مزعجاً، كحد أدنى ستصاب ببعض الكدمات. الزئبق كثيف لدرجة أنه لا يمكنك حتى أن تغمره بضعة سنتيمترات. لكن من المحتمل أن تكون قادراً على الوقوف على بحيرة الزئبق. من الأفضل صقل مهارات التوازن الخاصة بك مقدماً، لأن مجرد الوقوف على الزئبق لن يكون سهلاً. ناهيك عن اتخاذ خطوة، سيكون الخروج منها بنفسك مشكلة. سيكون من الجيد ربط حبل بشجرة قبل التجربة لسحب نفسك إلى الشاطئ. بالمناسبة، الزئبق لديه توتر سطحي مرتفع، لذلك لن تلتصق بجسمك. ولكن على أي حال، لا يمكن تجنب التسمم من الأبخرة. على الرغم من وجود البحيرة في الهواء الطلق، ولن يتجاوز وقت التعرض لها دقيقة واحدة. الحقيقة هي أن الزئبق له خصائص السم العصبي. هذا يعني أنه حتى الجرعات الصغيرة من هذا المعدن يمكن أن تسبب ضرراً كبيراً لصحة الإنسان. فكر فقط في الإجراءات الجادة التي يجب اتخاذها عند كسر مقياس الحرارة في المنزل. ولكنه يحتوي على أقل من جرام من الزئبق، 3% أونصة من الزئبق، فإن نفس الكمية بالضبط تكفي لتسميم جميع الأسماك في بركة مساحتها حوالي 80,000 متر مربع أو 870,000 قدم مربع. والآن نعود إلى بحيرة الزئبق الخاصة بنا، وتخيلوا آثار التسمم عند الدخول إليها. كما قلت، لن تكون قادراً على السباحة. لا أنصح بالانحناء لإلقاء نظرة فاحصة على المعدن المذهل. من الأفضل الاستلقاء على ظهرك والنظر إلى السماء. لا يزال من المستحيل الاختباء من الأدخنة الضارة، لكنها على الأقل ستخترق الجهاز التنفسي بدرجة أقل. هل تتذكر أن كمية صغيرة جداً تكفي للإصابة بالتسمم الحاد؟ مجرد قطرة أصغر بكثير من حبة البازلاء. المادة الموجودة في بحيرتنا أكثر خطورة بملايين المرات. طول مدة بقاء السباح في بركة الزئبق لن يحدث شيء خطير في دقيقة واحدة، فترة طويلة بالطبع إذا لم يتنفسوا كثيراً. من الأفضل أن يحبس السباح أنفاسه لفترة من الوقت. أما بالنسبة للتلامس مع الجلد فلا يمكن تجنب العواقب. لا شيء قاتل،
لكن عليك أن تكون مستعداً لطفح جلدي وحكة وتغييرات في الحساسية وتساقط الشعر. لكن بحيرة الزئبق أخطر بكثير مما قد تبدو، سيبدأ في قتل أي شخص عندما يقترب منه. بعد كل شيء، المعدن نفسه ليس خطيراً مثل أبخرته. ربما عليك الانتظار حتى يتبخر الزئبق، وبعد ذلك يمكنك السباحة فيما تبقى. يجب أن أقول على الفور، الفكرة ليست الأفضل. يقدر الفيزيائيون أن كرة زئبقية يبلغ قطرها 3 مليمترات، 12% من البوصة، تستغرق 3 سنوات حتى تتبخر. تخيل الآن كم من الوقت سيستغرق لتبخر بحيرة كاملة من الزئبق. لذلك بينما يقترب السباح من هذا المكان الخطير، يستنشق أبخرة معدن خطير. وتكمن المشكلة أيضاً في أن الأبخرة ليس لها رائحة أو لون. ربما على الشاطئ مباشرة سيكون لدى الشخص رؤية مزدوجة، ويبدأ في مواجهة مشاكل في السمع والحركة. سوف تصبح أقدامهم قطنية، سيظهر طعم معدني في الفم، سيبدأ الغثيان والصداع، حتى أنه قد يزيد من درجة حرارة الجسم. سينبض القلب بسرعة أكبر كما هو الحال عند الجري. ثم من الأفضل ألا تختبر نفسك حتى من أجل القوة، لكن أطلب 911 على الفور، وحاول الابتعاد أو الزحف بعيداً عن البحيرة القاتلة. يمكن أن تحدث الصدمة وفقدان الوعي في أي لحظة، وبعد ذلك لن تكون هناك فرصة للبقاء. التسمم ببخار الزئبق خطير مع أعراضه المتزايدة. سوف يعبرون عن أنفسهم في غضون يوم واحد بعد تعرضهم لذلك. لا يمكنك دخول البحيرة إلا إذا قمت بالقيادة في سيارة مغلقة بإحكام إلى الشاطئ مباشرة، ثم خذ نفساً عميقاً في السيارة وانطلق. بضع لقطات لا تنسى، وبعدها مباشرة يجب عليك الركض إلى السيارة. في هذه الحالة هناك فرصة للهروب من التسمم الخفيف والتهاب الجلد. والأفضل من ذلك، إذا كان لديك قناع غاز وبدلة واقية في سيارتك، الشيء الرئيسي هو عدم إحضار هذه العناصر الواقية إلى المنزل بعد الغوص. هناك احتمال كبير أنك لن تصل إلى منزلك بعد استنشاق الزئبق المترسب عليها. الشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو أنك إذا ابتلعت فجأة القليل من الزئبق، فلن يحدث شيء سيء. سوف يمر عبر الجهاز الهضمي ويخرج بشكل طبيعي، لكن من الأفضل عدم القيام بذلك حتى بكميات صغيرة. جرعة 2.5 جرام أو 8% أونصة من الزئبق مميتة بشكل عام، بمعنى إذا استنشقت الكثير من الزئبق من خلال نوع من أجهزة الاستنشاق في مساحة صغيرة مغلقة، فلن يتمكن الأطباء من المساعدة. الآن هل تفهم مدى خطورة هذا المعدن؟ بالمناسبة، فكرة الغمر في الزئبق ليست جديدة على الإطلاق. مجرد إلقاء نظرة على هذه الصورة التي التقطت في عام 1927، يجلس عامل منجم شجاع في حوض من المعدن السام. أتمنى أن يكون هذا من أجل الصورة فقط. ولثانيتين، في العصور القديمة كان الناس يعتبرون الزئبق إكسير الخلود، لذلك شرب الأباطرة أقراص الزئبق وأخذوا حمامات الزئبق. ماذا كانت النتيجة بعد هذه الإجراءات؟ على ما أعتقد يمكنك أن تخمن. لكن الزئبق بصراحة هو مجرد معدن غير ضار مقارنة بمركباته. في مدينة ميناماتا اليابانية أصيب آلاف الأشخاص بالتسمم بسبب مركب الزئبق الخطير ميثيل الزئبق، نشأت بسبب الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في الماء. وباستخدام عنصر الزئبق قاموا بتحويله إلى سم عصبي ضار، وكلفت قطرتان من ثنائي ميثيل الزئبق التي انسكبت حياة أستاذة الكيمياء كارين ويترهان. لم تتسرب المادة حتى على الجلد المكشوف، ولكن على قفاز، لكن هذا كان كافياً لإعطاء جرعة قاتلة. الآن يراقب العالم كله عن كثب إطلاق الزئبق في البيئة. يتم استخدامه بشكل أقل وأقل في تصنيع المنتجات للناس. حتى الآن لا يمكن التخلي عنه تماماً، لكن هذه مسألة وقت فقط. لحماية نفسك من الأبخرة الخطرة، يمكنك استبدال ميزان الحرارة الزئبقي بآخر كهربائي، أو يعمل بالأشعة تحت الحمراء. حاول ألا تأكل الكثير من سمك أبو سيف وسمك القرش والتونة والماركل. وبالنسبة لجميع التجارب على الزئبق، هناك قناة الغموض. اكتب في التعليقات المشكلة التي يجب أن نتناولها بعد ذلك للاختبار. من فضلك تذكر الإعجاب والاشتراك في القناة. نراكم في الإصدار القادم.